السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوسف التكنيسيان. في هذه الحلقة إن شاء الله اللي غنشوفوا فيها كيفية إصلاح أن بالونس أو الميزان، الميزان اللي كتستعملوه يعني أصحاب محالة تجارية أو في الاندستري. هذا ميزان متحول موبيل، ميزان صغير. دونك لما كتشعلو، لما يعطيك مثلا هكذا، خليوه تيشعل كامل كومبلي كيرو ديماري. دونك يعطيك مثلا هكذا، ماذا يعني لك هذا؟ يعني ان الداره ديالو مفتوحه، ان الداره مفتوحه. عنده هو خمسه اسلاك، واحد كيجيب لاليمونطاسيون، والاخر يقوم بالبوكلاج ما بين اربعه ديال لي بول اللي كاينين هنا في الميزان. اربعه اللي كاينين هنا في الميزان كيف ما تشوفوا معايا هنايا. هذا البالونس، هذا هو البالونس اللي كيقوم بالوزن. هو هذا عنده اربعه اطراف، وكل طرف به سلك، وكيقوم بالشان دائره باش كيبوكلي ويطلع لي لاليمونطاسيون الفوق. هذا يعني ماذا يقول؟ ان هناك دائره مفتوحه، اي سلك منزوع او سلكين حسب يعني ما غادي نشوفوا ان شاء الله في هذه الحلقه. دونك لما يعطيك مثلا هكا يا اخي، قم يعني بازاله هذا السلك، نقوم يعني نطفيه، نقوم بنزع هذا السلك اللي كيطلع ليا يعني ما بين الميزان ولاباري ديالو. وهذا السلك تيق بيا ان هذا السلك غير جيد. الا ما كانش هنا السلك، غادي يكون في البالونس اللي تحته اللي كاين في الميزان هنا، اللي كاين في الميزان. يا اما المشكل تما، او المشكل في السلك. لا شيء تما، ممكن كياكلوه الفئران او شيء اخر، وهنا ممكن يتقطع مع الجره. دونك غادي نقوم بالفتح ديالو بسرعه ونشوفوا المشكل فينا هو. انا متاكد كاين يعني بالتجربه قمت يعني بازالته مرات ومرات، هاد الانواع ديال لي بالونس. الاشكال اللي كنلقى يا اما الفئران كياكلوا ديك الماده اللي مغطيه الاسلاك تمايا، وفي هذيك لي كارت مير وداك الشيء ديال الميزان. يا اما كيقوم يعني هنا النصر ديال كيخرج داك الاسلاك ديالهم، كيتقطع شي سلك ولا جوج، ما كتبقاش كتحل الداره، ما كيبقاش يخدم، كيبقى يدير داك تي 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 تي. دونك هنا في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفيه حل المشكل ديالو ان شاء الله بحول الله. خليكم معايا وشجعونا ولايك للفيديو، واللي مازال ما مشتركش في القناه مرحبا به والف مرحبا، والناس القدام راكم عزاز وغاليين، ومرحبا بالجميع. دونك الان نقوم بفسخ هذا الفيس الصغير هذا. اذا كان مشكل فقط غير في الاسلاك، قوم يعني بطريقه سهله كيف كتشوفوا معايا هنا حيت الفيسات. ساقوم باخراج هذا الجزء. كما قلت لكم، كما كان متوقعا وكنت على معرفه به، يعني عارف انا يكون غير سلك هنا او لا. المشكل كيوقع في هاد لي بالونس من تحت. المشكل اللي كيوقع لك اللي كذاك اللي بالنسبه لي عندهم يعني كيخدموا في المحلات، وفي الليل كياكلوا مثلا الفئران، كياكلوا داك لا غومب ديالو وكيقطع لك السلوكه. بالنسبه للفئران قوم يعني حط عليه شويه ديال لاغريس، حط عليه غير شويه ديال لاغريس، عمره ما يوقع هذا المشكل نهائيا، عمره ما يوقع لك هذا المشكل. دونك انا الان غادي نقوم يعني بارجاع هذا السلك هنايا مباشره، ندير له التلحيم ديالو ونسوديه تما في المكان ديالو بعجاله. نجيب المكواه، ونلصقو في المكان ديالو هكذا.
نتأكد منهم أنهم جيدين كاملين كما هكا. صافي دابا الأمور جيدة. غادي نقومو بالليسي ديالو قبل ما نسد، نقوم غير بالليسي ديال لاباري. ونشعل البالونس ونشوف واش يعطيني نفس الاشكال. الا عطاني نفس الاشكال راه مازال شي حاجه كاينه في الميزان لتحت. دونك هو عطاني طاره جيده جدا. دونك هذا هو الاشكال اللي كان عنده. انتما تشوفوا الميزان يتحرك يخدم. خليك مع الميزان. دونك جيد. الان الاشكال اللي كان عندي هو داك الخيط اللي كان مقطع. دابا غادي نرد الامور للمكان ديالها. ونطفي البالونس. نرد الكل فيس للمكان ديالو. فالاشكال الصراحه الله هاد لي بالونس كاين عندهم هذا الاشكاليه الوحيده اللي كتوقع فيهم هو هذا المشكل. هذا هذوك لي كارت مير ديال لي كاتر يعني ديال لي كوتي ضربعه بهم الجناب اللي كيهزوا ثقل يعني اللي كيخدموا لي بوا لي وزن اربعه ديال الارجل هما اللي كيهزوا داك الثقل. دونك هذيك لاباري ديال الميزان يا اما كيمشيو لها الاسلاك ديالها كياكلوهم لي فئران ديك لاكوم وداك الاخر كياكلها الفار وكيقطع لك السلوكه ديالها. دونك دائما قوم تما بوضع شويه ديال لاكريس لان الفئران لا تحمل لاكريس نهائيا. ما كتحملش لاكريس تشم الريحه ديالو ما توصلش داك المكان اللي فيه لاكريس. وبالنسبه لك هنا هذا السلك هذا هنايا شي واحد مقطع غادي تلقى هذا الاشكال هذا يعطيك هذا المشكل هذا. قوم بالفتح ديالو كما هذا الطريقه اللي وريتكم دابا وشنو سميتو ودير الكاويه ودير كي وسوديه وردو للمكان ديالو وسيي عيطيك نفس يعني النتيجه جيده يعني ما عمره غادي يخسر ليك. هذا هو الاشكال اللي كيوقع فيهم ما كاينش مشكل اخر. ومرحبا بالجميع اللي عنده شي مشكل اللي عنده شي حاجه شي اباري خاسره او شي حاجه يخلي لي تعليق كومونتير نجاوبو ان شاء الله يحل المشكل ديالو بكل سهوله. دونك هنا ساليس رد الكابل المكان ديالو ونشعل الميزان ديالنا كما كتشوفوا ونخليه يروديماري يشعل بلاتي 1 2 3 0. دونك عطاني الطاره مزيانه انتما تشوفوا معايا. نحط مثلا رجلي على الميزان دونك يوزن لك عادي 5 10. نحيد رجلي غادي يعطيك 0. دونك هذه هي حلقه اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشجعونا وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.